الأشي إيه؟ بونبون سيما. سيما إيه؟ سيما لذيذة لذيذة، أرقوشة أرقوشة سيما، تخليني أفرفش. لكل الأطفال ولكل الأعمار بونبون سيما يقدم أحلى بونبون يمكن تذوقه. خليني أفرفش، لذيذة أرقوشة أرقوشة سيما. بونبون سيما، سيما لذيذة. طب ما رجعتي بقى، خلصتي الجامعة وجيتي عملتي إيه؟ جيت عملت الفوازير على طول. ما هم رجعوني عشان الفوازير. احكي لي بقى. ما هو بابايا قال ايه، لو سبتها مش هنعرف نرجعها تاني. وانا وحيده. فما كانوش عاوزين يخسروني خالص، فقال لي لا الفوازير وحلوه واكسبيرينس حلوه وتعالي. طبعا هو ندم بعد كده ان هو قال لي انها اكسبيرينس. كانت صعبه قوي. صعبه قوي. انا في حلقات صورتها وانا عندي 40 حراره. ده الطبيعي. انا مش شايفه. يعني انا عينيا بتعمل كده. ولازم اصور عشان كان اسمها فنون وكانت مع مدحت صالح. وكنت انت يعني، حتى ده انت مكتوبه قبله في التيتر بجد، شيرين ومدحت صالح. مكتوب كده حسب ما انا فاكره. طب هو بقى كان اتعرض عليه مثلا فجابك، يعني بابا جابك، ولا المشروع اتبنى بعد ما جيتي؟ لا المشروع اتبنى قبل ما اروح، قبل ما اجي قصدي. يعني كان جاهز بقى. يعني كان العرض راح للاستاذ محمود الاول. ايوه. حلو قوي. وفي مدحت صالح في اوج المجد. وكان اخراج فهمي عبد الحميد. فهمي عبد الحميد، نهار ابيض. وكان الحان. طب اللحن كان مين بتاع المقدمه؟ لا انا مش فاكره. انا كان ده كان من زمان قوي. حلمي بكر. حلمي بكر. الحلو 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 بحلو حل، وشقط ولقط ما خل، وفهمها وهي طايره، وعرف وقطف وحل، واللي ما حلش واللي ما حلش ناقل وتمل، واللي ما تملش صيف وجال، ملون وفرد ضحك وتسلى، ده بقى ما عرفتش واريده. كان في اعلان بقى قبلها مش فاكره كان عن ايه، انت عامله فيه شغل شبه الفوازير جدا، في مجموعه ناس حواليكي كده مش فاكره كان ايه السلعه، فكانت الروح بتاعه الفوازير جدا، فلما اتعملت الفوازير كان لايق قوي انك تتنقلي من ده تروحي لده. يمكن في فتره وقت. لا هو انا عملت اعلانات، انا كنت برجع من امريكا في الصيف او في الاجازه بتاعه كريسمس، اقضي اسبوعين او حاجه كده، فكنت بشتغل. فاللي عمل لي كان بيعمل لي الاعلانات وقتها كان الحاج فهمي عبد الحميد. شفت عشان كده. والله ده انا لماحه. لانه فعلا انا حسيت الاعلان ده، انا مش فاكره كان مد كان ايه الفورمات ده، فورمات فوازير فورمات أو يعني فهمي عبد الحميد. عشان كده الله يرحمه. طيب ليه بتقولي انه يعني مش حساكي شايفاها تجربه عظيمه؟ ليه؟ لا كانت مهلكه صحيا. صحيا مهلكه مهلكه. انا مش راقصه. يعني عشان الواحد يعرف يعمل فوازير زي دي لازم يكون متدرب رقص كتير. انا ما اتدربتش رقص بصراحه. يعني انا رقصت شويه مع فرقه رد، عملت باليه، عملت مودرن باليه، بس ما كملتش فيهم. عشان الواحد يعمل فوازير لازم يبقى عنده ستامنا، يبقى عندك نفس انك تقدري تعملي كل ده. انا ما كانش عندي بصراحه. فكنت بهلك بسرعه. وكان الصوت ايه؟ انا كنت بغني، ودي كانت المصيبه. ليه؟ لان انا صوتي وحش قوي. صوتي وحش قوي. وكانوا بييجوا يعملوا الاغنيه بتاعت الفزوره، هم عارفين مدحت صالح صوته عامل ازاي، بس ما حدش عارف صوتي انا عامل ازاي. فمره غني كده، مره غني كده، فكان صعب. محدش قايس خالص صوتك خالص، ولا مجرب ولا حاجه خالص. مع ان الالحان كانت عاده بتبقى ملحنين كتير، يعني اكيد حد لقط كل فزوره حد. بس كان بتبقى مهلكه. انا في فوازير بغنيها كده وانا مش عارفه اغني.
كلها كده. ومدحت كان عامل ايه بقى؟ كان بيضحك طبعا على الهبل اللي انا بعمله، بس انا ما كانش في وقت. ما كانش في وقت ان احنا نجيب حد تاني. كنت بنام 4 ساعات في اليوم، كنت بنام من 6 الظهر ل10 بالليل. ده نومي. اصحى 10 اروح اسجل الاغنيه، وبعدين نروح نصور الفزوره لحد الساعه 5:30، ارجع انام 6 لحد 10 بالليل. يا حول الله. كنت صغيره قوي كمان، فكان هلاك بالنسبه لي. طيب حسيتي بقى بعد ما تعرضت ايه؟ ايه الرياكشن؟ كانت ناجحه مش ناجحه؟ لا ما كانتش ناجحه. ما نجحتش؟ لا بصراحه. تفتكري ليه؟ يمكن انا كنت صغيره ومكسوفه برضو شويه، ما كنتش فاتحه يعني، ولا فاتحه صوتي ولا فاتحه راسي ولا فاتحه تمثيلي. كنت كشه. وبعدين انا جيت بعد نيلي وشريهان، هم يعني ما حدش لا يقارن بيهم بصراحه. فكان انا هي كانت مغامره الحقيقه. يعني ما اعرفش برضو، كنت لسه بتكلم انا والمخرج محمد مراد، بقول له ان يعني المصريين عندهم ولاء للحاجه اللي بتنجح وبيحبوها، لدرجه انهم ممكن يرفضوا حاجه ممكن تكون حلوه بس بيحسوا ان حد هيقرب من حاجتهم او من الحد اللي بيحبوه قوي، فيرفضوا قبل يمكن ما يعملوا تيست على المقدم ده. انا شتمت كتير قوي في الفوازير دي يا شيخ، وبرده وغلسه والذي شتمت. انت مالك وما بتعرفيش تغني؟ شتمت كتير قوي. دخلك ده في مود ولا مود وحش ولا؟ لا. انا بعتبر ان كل واحد حر ان هو يبقى لي رايه بصراحه. مش لازم كل الناس تحبني. فاللي ما بيحبنيش ما بيحبنيش. انا هكمل بقى ومش هكمل، دي حاجه ترجع لي، بس اللي هيقول رايه يقوله. طب في الفتره دي بقى كنت اتجوزتي ولا ما كنتيش اتجوزتي؟ انا اتجوزت بعد الفوازير على طول. بعد يعني الفوازير كانت على الوقت ده تقريبا، كانت في ابريل ماي، وانا اتجوزت في اكتوبر. كانت علاقه قبل كده؟ عارفين بعض انت وعمرو دياب؟ كنا مخطوبين وقت الفوازير. قابلتيه ازاي؟ انا قابلت عمرو برضو وانا بعمل اعلان. طلبوني قالوا لي في تعملي اعلان لمطرب جديد اسمه عمرو دياب. قلت لهم اوكي. فرحت التصوير وقابلته هناك وعملت له الاعلان وباي باي باي باي. وعدت بقى السنين ورحت انا سافرت على امريكا. لما جيت في الصيف هو عمرو بقى بعد كده اشتهر. لما جيت في الصيف لقيت عمرو صاحب صحابي فبيخرج معانا، فابتديت اشوفه من هنا. وبعدين اتخطب، وبعدين اتجوزته، وبعدين اتجوزنا وعملته كليب باين في البيت مش كده؟ كان ما تخافيش؟ ما تخافيش. ايوه احكي لي بقى، ده بيتكو؟ ده بيتنا. ايوه، لان وقتها اتقال انه معمول اصله ايه بابسط الاشياء لكن صورته حلوه قوي. واتقال وقتها انه شيرين عملت اللي في دماغها، انه راحت عامله ستايلينج للبس عمرو في الوقت ده، والسيت اب بتاع الكليب في البيت. ده اللي حصل؟ لا. احنا كان عندنا كنا في البيت ده، بس كان لسه البيت ما اتفرش يعني، ما كانش في حاجات كتير. ما كانش في عفش حتى. فكان عندنا مطبخ حلو قوي. مطبخ كان حلو قوي قوي. الكاونتر كبيره جدا. وكان لسه جديد الحكايه بتاعت المطابخ الكبيره قوي والكاونترز الكبيره. مفتوح على ليفينج روم، مفتوح. اوبن كيتشن. ما تخافيش انا مش ناسيكي، ما تخافيش لو مين ناداني، مش هعيش من غير عينيكي، من غير عينيكي، عينيكي مش هعيش مع حب تاني 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 تاني. ده قدري وما توبي انتي، وعشقي وما حبوبي انتي. ده قدري وما توبي انتي، وعشقي وما حبوبي انتي. المخرج او كان المصور كان فرنساوي. فلما جه شاف البيت قال الله انا عاوز اصور هنا. فلا ما انا ما عملتش ستايلنج لاي حاجه. فلما هو شافني قال ممكن تصوري معانا؟
فقلت له ايه ده حصور معاك ايه؟ قال لي لا هناخدك كده في الباك جراوند صوره، اعملي شعرك كده، اعملي شعرك كده، هو ده اللي حصل في الاخر. لا بس ده وداك على قد قولي بس في حته مثلا اخدوني وانا في كانوا مصورين وانا كان عمرو عنده كونسرت في العجمي فمصوريني في الكونسرت واخدوا حته دي حطوها في الفيديو كليب. هل ده كان اول كليب تصوريه ولا كان اوريدي؟ كان اول كليب. اول كليب كان اول. ايه اللي بقى خلاكي تعملي كليب مع ورده؟ برضو كان كليب حلو قوي، كان كليب حلو كانت روعه قوي. فين ايامك؟ صورنا. اعتقد ده صورناه في بيروت يا شيخه. صورناه. طب ايه بقى اللي يخليهم ينقوا شيرين مع ورده؟ انا مش يعني هي انا كنت صاحبه وداد بنتها فكنت بروح عندهم البيت كتير، بنتغدى هناك وبقعد معاهم، فهي كانت رايحه تصور فيديو كليب هناك فالظاهر ان المخرج هو اللي قال لها هاتي شيرين رضا تصور معانا، فقلت يلا، فسافرنا بيروت وصورنا الكليب كان حلو قوي. حلو قوي. قعدنا 4 ايام صورنا هناك، كان حلو قوي بالماسكس معمول ارتستيك يعني. فترة مثلا ما خلفتي نور دي كانت فترة يعني اعتزلتي فيها شوية او ايه بقى؟ انا صاحب بالين كذاب، او انا لو صاحبة بالين هبقى كذابة، انا ما اعرفش اعمل حاجتين في نفس الوقت. فلما خلفت نور كانت هي حياتي كلها، يعني هي ما بعملش حاجة تانية في الدنيا غيرها هي. فكنت عاوزة استمر كده، كانت محتاجة ان هي يبقى عندها ام برضه في الاخر. ما كنتش عاوزة اسيبها مع الناني، مع ان كان في امي، بس برضه كنت عاوزة يبقى عندها امها هي مش جدتها. فقعدتي كام سنة بقى؟ قعدتي فترة. فترة طويلة قوي. لحد ما فترة طويلة قوي. لحد ما دخلت الجامعة ولا لا؟ لا اواخر المدرسة يمكن؟ انا في 96 و97 عملت فيلمين مع احمد زكي. ايوه حسن اللول. و نزوة. ده كانت هي صغيرة وما خدش وقت طويل في التصوير. فبس لما لقيت الفيلمين اتصوروا ورا بعض لقيت انه اخد وقت كتير قوي، فقلت لا شكرا. طب استني بس، يعني دلوقتي احنا خلاص اتجوزنا عمرو انطلق، انت في الحتة دي فين؟ في البيت. في البيت. انت خلفتي نور على طول؟ خلفت نور على طول. على طول. فهنا رحت انت متفرغة بقى لبنت ام يعني. وهو انطلق وحصل انهم ما بقيتوش مع بعض وخلاص. فانت قعدتي طول الفتره دي مع نور. طول الفتره دي مع نور. ايه بقى اللي هل انها كبرت مثلا شويه فابتديتي روحتي عملتي الفيلمين؟ هي كبرت ولقيت ان هي خلاص دخلت المدرسه وبقى عندها حياتها هي، يعني عندها الحاجات اللي بتعملها بعد المدرسه، المزيكا، البيانو، السبورتس. فلقيت ان انا عندي وقت. فكنا وكنت معاها في هي والمدرسة كنا في الغردقة. فعايزة تبعه فكلمني في التليفون. قال لي انت في الغردقة انت مش زهقانة؟ ما نفسكيش تشتغلي؟ قلت
قلت له اشتغل ايه؟ قال لي فيلم. مع مين؟ قال لي احمد زكي. قلت له احنا بنتكلم بقى في حاجه تانيه خالص يعني. فنزلت مصر ورحت قابلتهم وما قدرتش ما وافقش بصراحه يعني. كان اول واحد عملتيه ايه؟ ده كان حسن اللول. الاثنين كانوا مع بعض بس ابتديت اتصوروا الاثنين على طول ورا بعض. حسن اللول اللي كان اخراج نادر جلال. انت مش اسمك حسن؟ ايوه. امال ايه حكايه اللول دي؟ اصل بحب الفل ابيض وجميل ونظيف عشان كده دايما اشتريه واحطه في العربيه، فمن هنا سموني اللول. او نزوه كان علي بدرخان. صح، انا جيت لكم في النزوه ده. ايوه ده كان مع يسرى لما كنا في الشقه اللي في مصر الجديده. في مصر الجديده. ايوه، وكان عيد ميلاد يسرى. وكان عيد ميلاد يسرى. صح، جيت لكم فيها. ونزلت السواق اهبل، لقيت نفسي في اليوب. يا ابني انت في ايه ده؟ لقيت يافطه اليوب ترحب بيكم. بتقول في ايه يا حاج؟ احنا كنا في مصر الجديده، فضلنا طول الليل لسبعه الصبح سبحان الله، ومشينا في الشوارع كده لحد ما لقينا مكان فيه مباني وعربيه ماشيه، فقلنا ايه دي شكلها راح القاهره، نور يعني نمشي وراها نقطرها يعني. قعدنا نقطرها ويخش في حتت وانا واحنا نقول ايوه دي حاجات يعني شورت كاتس عشان نطلع على الطريق، وراح جاي قدام بيت راكن ونازل واحنا فضلنا. ايه الليله السودا دي؟ كانت ليله عجيبه. وصلت اليوم معرفش تاه بس ده عشان كده مش ناسي انا اليوم ده ابدا. البيت ده ما كانش جنب اليوم خالص خالص خالص، مش راح منين كده. المهم انه انت في حسن اللول ونزوه خلصتي، عملتي بقى يعني مع احمد زكي اهو، انت نزلتي من البيت لاحمد زكي. التجربه دي نتاجها ايه عليكي انت بقى مع علاقتك باحمد زكي؟ يعني انا هو ما اعرفش، هو انا كنت صغيره قوي كمان، ان هو شاف فيا ان انا اقدر اقف قدامه في فيلم ده في او انا بتكلم على حسن اللول. ان انا اقدر اقف في فيلم قدامه، يعني ما اعرفش ازاي شاف فيا ان انا اقدر. يعني هو اخذ ريسك كمان. يعني هو انت كنت اختيار احمد ولا اختيار نادر جلال الله يرحمه؟ اعتقد احمد زكي. اعتقد احمد زكي. شفتي ايه متغير عن اسلوب حياتك اللي عشتيه ده كله مع احمد زكي؟ اكيد شفتي حاجات مختلفه عن ما انت تعرفي. يعني انا كنت بشوف ممثلين كتير، انما عمري ما شفت حد بيلبس الشخصيه زيه بصراحه. يعني هو لما كنا في وقت تصوير حسن اللول كان هو حسن. يعني حتى بره الشغل هو حسن. بيتكلم زيه وبياكل زيه، هو حسن. عامل شعره زي وماسك في حسن، ما بيسيبوش خالص وقت ما يكونش بيصور. ونزوة كان طريقه كان غير بقى حسن اللول خالص. انت هنا في نزوه عامله الزوجه اللي بتهاجم من الشخص اللي هي يسرى اللي بتحبه من طرف واحد، وبتوصل لانها ممكن تقتلك. يعني برضو شخصيه صعبة وسهلة قوي، يعني شكلها سهل بس هي مش سهلة. صعبة هي مش سهلة، لأنه في واحدة بتطارد جوزك وبتغيري عليه ومش وهو ابتدى يبقى لا علاقة بتشكل علاقة، وبعدين بتشكل خطر شديد. في ماستر سين عاملينه في الفيلم ده مش كده؟ أنا بس إن أنا أقف قدام يسرى وأحمد زكي ده كان بالنسبة لي رعب. يعني هو أنا عشان اعرف يسرى وبحبها فهي ما كانتش مخلياني احس بالرعب ده، بس لما كنت اجي اقف فتره كده وابص الاثنين يا نهار اسود انا بعمل ايه؟ انا صغيره قوي ان انا ابقى في وسطيهم. اهلا يا استاذ صلاح. ايه اللي جابك هنا؟ صلاح حاسب. خليك عندك ما تتحركش من مكانك. انتوا اجرمتم في حقي ولازم تدفعوا الثمن. اجرمنا في ايه؟ قول لها كم مره قلت لي فيهم انك انت بتحبني، لدرجة إن أنا عشت في الحلم ده لحد لما هو بقى كل حياتي. وأنت يا مدام، أنت مش قلتي إن هو لازم يتجوزني؟ وإنك هتقفي معايا لحد لما آخد حقي منه؟ حصل؟ ممكن ندى ممكن تبعدي البتاع ده ونتكلم بهدوء. هدوء؟ هدوء إيه؟ هدوء إيه؟ فهموني بس. أنت عارف أنتوا إيه قد إيه أذيتوني؟ قد إيه أهنتوني؟ عارفين يعني ايه واحده تفقد ضناها؟ انا هحسسكم. بنتي ذنبها ايه؟ انت دايما عندك الاحساس ده انه
اما تقفي قدام حد عظيم قوي او يعني حد له قدره قوي كده تحسي انك انت اللي صغننه؟ اه طبعا. ليه؟ علشان انا ببص على نفسي من جوه لبره مش من بره لجوه. فعلى طول شايفه نفسي ان انا ما استاهلش ان انا اقف مع الناس دول لانه دول ناس عظام يعني غصب عنك لما بتقفي قدام اي حد كده هو بتبقي كشة. طب بعد التجربتين دول هل استمرت فترة انه المخرجين شافوا بقى ان يا نهار ابيض ده شيرين طلعت مع احمد زكي ومع احمد زكي ويسرى فبالتالي هي دخلت خلاص عتبت التمثيل وبقت جوه مش كده؟ حصل؟ حصل. ايه بقى؟ رفضت كل حاجة بعد كده. ما كنتش عاوز اشتغل يعني حتى احمد زكي طلبني في الافلام اللي عملها بعديها كلها كان عاوزني في ايام السادات وانا ما كنتش عاوزه اشتغل بصراحه. ليه؟ ما كنتش عاوزه ابعد عن بيتي وبنتي. انا بحب البيت يعني انا من النوع اللي على طول قاعده في البيت. ما بحبش اخرج كتير ما بحبش اسيب بيتي كتير حتى نور مش موجوده دلوقتي بس انا بتاعه البيت قوي. فحسيت ان انا هدخل عالم انا مش قده مش هقدر دلوقتي. فعش كده سكت لحد ما نور بقى دخلت الجامعه. كويس. بعد ما دخلت الجامعه بس انت عملتي حاجات انت عملتي مسلسلات لطيفه جدا وشغل كتير. بس ده لسه من ده يعني السنه دي المسلسل بتاع رمضان ده هيبقى رابع سنه بس بشتغل. اللي هم سنوات الجامعه. ايوه يعني هي خلاص دلوقتي نور اتخرجت تهيألي. نور اتخرجت وبتعمل الماسترز بتاعتها. كويس. في ايه بتعملها؟ في ايه؟ في انترناشونال بزنس. برافو يا اختي. العيال كبروا. يا اختي العيال كبروا زياده عن اللزوم. طيب من الاربع سنين اللي فاتوا دول من العلامات البارزه عندك بدون ذكر اسماء طبعا وحيد حامد. برضو اترعبتي؟ اترعبت لما الاستاذ وحيد طلبني. لما طلبني يعني تعالي عاوزه اقابلك عاوزه اعرض عليكي دور. نهار اسود. مش هعرف اعمله اكيد مش هعرف اعمله. كنت مرعوبه. حلوه ولا وحشه؟ دي بعيده عن شنبك وشنب اللي جابوك. انت بالنسبه لها كوم زباله. في ناس بترضى بالزباله. والله وبقينا نعرف نرد يا استاذ عاطف. اسمع تعرف راجل اعمال اسمه ادهم سليمان؟ لسه بدري عليا عبال ما اعرف رجال الاعمال. طب عاوزاك تسال عنه وتعرف كل حاجه. انت مش عارفه؟ عارفة بس مصر بتتغير كل يوم. انت الحقيقة ربنا أنعم عليكي بمنح وعطايا كتير حلوة يعني حلوة وجميلة ومالتي تالنتد وقوام وعيلة وأهل وتاريخ وكده لكن تظلي برضو عندك حاجة جواكي بتخليكي تنكمشي معرفش ليه يعني علشان بقدر الناس وبخاف لأكون أقل منهم. يمكن عشان فين كده؟ الحته اللي بتحسي فيها انك انت البريمادونا يعني؟ لا عمر. في البيت لا ما عنديش انا مش بريمادونا في اي حاجه يمكن مع القطط والكلاب بتوعي عشان انا الماستر بتاعهم بس غير كده لا يعني انت مش قادره تحسي مثلا انه بص العيال قاعده عامله ازاي ايوه كده قاعدين كلهم ورا الكاميرا عاملين كده ومن ساعه ما جت وهم بقهم ده بيخبط في ركابهم تعرف الواحد عارف الكرتونه اما البق كده يقوم الفك التحتانيه ضلين وتجيبه فوق ضلين يقع كده حلتهم حاله يعني نعمه من عند ربنا انه ربنا جميل بيحب الجمال يعني فانت المفروض تكوني واخده بالك عامله البتاع ده بس كنت انا عامله البتاع ده وانا يعني انا مش قليطه لا مش موضوع قليطة موضوع انه اكيد عندك مواهب عندك حاجات حلوة امال الناس حبتك ليه من اول الاعلانات والناس كانت بتحبك وحتى يمكن السلعة كانت بترتبط بيكي يعني لسك وده ولا مش عارفة ايه والحاجات اللي كنت بتعمليها كانت بتبقى اعلان شيرين رضا نايس حاجة لطيفة جدا الشمعدان الشمعدان يا خبر انا نسيت الشمعدان وايام الشمعدان ايه الشمعدان ده لا ده كان اعلانات كتير قوي الشمعدان عملتها انا قابلت الراجل صاحب المصنع اياميها كانوا بيطلبني بالاسم وكنت بيبعتولك شمعدان
لا بصراحه انا ما كنتش بحبش الحلويات عشان كده. اصلا انا لحد دلوقتي بجيب الشمعدان ده في العربيه الهبله كده ولا الشمعدان. انا ما كنتش ايام كنت اكل حاجه حلوه ابدا يا شيخ. عشان كده الحقيقه يلا والله العظيم ما بحبش الحلويات. طب دلوقتي لو قالوا لك تعملي اعلان تعملي؟ لو حاجه جميله لو حاجه لذيذه جميلة يعني لو طارق مثلا نور دلوقتي هيقوم عامل اعلان افتكاسه كده جديده اكيد لازم هتعمليه مع طارق نور. لازم مش كده؟ لازم. مين اللي لازم؟ مين اللي لو رفع التليفون تجري ما تفكريش؟ طارق؟ طارق. ومين تاني؟ لا طارق بس. طارق نور في بس في الاعلانات. طارق لان هو انا ابتديت مع طارق. هو السبب ان انا ابقى ان انا اشتغل. شوف هو اللي ليه هو اللي ليه الولاء كله طبعا في الاعلانات. يا سلام. طب انت بتصوري ايه دلوقتي؟ بصور العهد. عشان رمضان. اوبا هو ده ما ترعبتيش لحد دلوقتي؟ مرعوبه. العهد ده هيبقى شيء جامد جدا 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 يعني هيبقى شيء وهيبقى الثالثه اللي هي الكبيره بقى بتاعت نيران صديقه و والسبع وصايا. السبع وصايا لا اصلا انا سامع عنه العهد ده جامد جدا والكاست حاجه رهيبه وكده. الكاست حاجه رهيبه. الديكورات والكلام والستوري وحاجه مش حاجة ممكن صعبة. حاجه صعبه حلوة قوي قوي. احنا مستنيينك في العهد ده. والنبي يا طارق تعمل اعلان عشان تجيب شيرين بليز في رمضان تاني. رمضان زي ما كنت بعمل زمان. ايوه نورتيني يا شيرين والله كنت وحشانة قوي كلنا والله. وانتوا كمان وحشني وحشني ان انا اتكلم في الحاجات القديمة دي. الواحد بيرجع يعيش. ما تعوزي تتكلمي في الحاجات القديمة في الحاجات. حاضر نقعد نرغي. حاضر نورتيني يا بيضا. مرسي حبيبتي مرسي.